كن شكورا. من أهم إذا مش أهم عنصر في حياة الإنسان هو الشكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، بعدين شو بيقول؟ ولئن كفرتم. عكس الشكر الكفر، تخيل. وهذا بالقرآن. الشيطان دوره بهاي الدنيا إنه يمنعك تشكر، يمنعك تشوف الشغلات الرائعة اللي في حياتك. يعني زي اللي اشترى سيارة وهاي السيارة لونها أسود رائعة جديدة موديل 2017 وفيها خدش أبيض صغير هالقد، الشيطان بخليك ما تشوف أي إشي وتشوف هذا الخدش. وليش فيها خدش؟ ومن وين أجا؟ ومين مسؤول؟ وكيف؟ بدي أروح الشرطة أفتح بلاغ؟ واو، وتعكر على حالك الدنيا كلها، تبطل تشوف السيارة. قديش منا ما عم بيشوف السيارة؟ قديش منا عم بيركز على الخدش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله على السيارة كلها، اشكر الله على النعم الكبيرة، اشكر الله على المواصفات الرائعة اللي أعطاك إياها فيها. لا تركز على الشغلات الصغيرة. أبحاث رائعة وأبحاث، ادخل أونلاين شوف أبحاث رهيبة. بس لما أنت تحس شعور الشكر، شعور الامتنان لله سبحانه وتعالى، هرمونات غريبة بتنطلق من جسمك، بتخليك سعيد، بتخليك تحس بالانشراح، بتنزل إشي اسمه الكورتيزول بجسمك اللي هو الهرمون المسؤول عن الستريس ليفلز. بس إنك تحس إنك أنت شاكر لله، تحس بالامتنان. وربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول لئن شكرتم، ما بيقول لئن شكرتموني، لئن شكرتم. لأن تشكر الله، تشكر نفسك، تشكر سيارتك، تشكر موبايلك، تشكر أهلك، تشكر أصحابك. What? Yes. أشكر. ليش ما تشكر؟ ما في أحلى من الشكر. أشكر كل إشي قدامك، أشكر السماء، أشكر الأرض، أشكر النبات، أشكر الأكل، أشكر كل إشي. ولكن أول شيء لازم تشكره هو اللي خلق كل هاي الشغلات، ربنا سبحانه. الشكر والامتنان شو بيساعدك؟ بيساعدك تركز على النعم الرهيبة، وبيخليك انك انت تشوف الشغلات الصغيرة، الخدوش هاي الصغيرة، والشغلات اللي ممكن تكون مش مبين كتير تتلاشى، وتبطل تركز فيها، تبطل تشوفها. وهذا الشيء شو بيعطيك؟ بيعطيك راحة بال. لما يكون عندك راحة بال شو بيصير؟ بيصير تركز انك تشتغل، انك تحمد، وانك تشكر بشكل كتير افضل من قبل. ولاحظ احنا المسلمين في صلاتنا اول شيء بنقول الحمد لله رب العالمين. الحمد والشكر لازم ومفروغ منه، يعني ما في كلام، ولكن احنا فقط هون للتذكير، لانه مشاغل الدنيا ومصاعب الدنيا والشغلات كتير اللي بنمر فيها والمقارنة بالغير تعبتنا. فاشكر الناس قد ما بتقدر، لانه بدون هاي الناس اللي حواليك صعب تعيش. لازم يكون في تبادل وتعارف وشكر بين الناس. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، او بما معناه. فأشكر الناس قد ما بتقدر، لأنه أنت مع الناس هاي اللي هتحرك المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. فخلينا دائما نكون مبتسمين، مبسوطين، شاكرين الله أنه إحنا فوق وجه الكرة الأرضية هذه. في ناس بيتمنوا لو ياخدوا الثانية بس فوق الكرة الأرضية ليعملوا ويسووا ويتصدقوا ويعملوا أي إشي بدهم إياه. فأحمد الله واستفيد من وقتك على وجه الكرة الأرضية هاي، وما تركز بالخدوش الصغير. رائع معتز، شو استفيد من هالكلام؟ رقم واحد، تاخد قرار تركز على السيارة كلها وما تركز على الخدوش الصغير. رقم اثنين، جيب ورقة وقلم، وهذا تمرين رائع، اكتب كل إشي بدايقك، بعدين ابدأ اكتب كل إشي ممكن تحمد الله عليه. ويمكن ما تكفيك ورقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، ولكن لما تكتب عقلك الباطن حيستوعب قديش مضيعين وقتنا إحنا بتفاهات صغيرة، وإحنا عنا ألف شغل نحمد الله عليه. احمد الله مستمتع. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.